ساعاتي بقالي 45 سنة بشتغل في الساعات من صغري، من وانا عندي 9 سنين وانا شغال ساعات. كان والدي بنزل معاه في الأجازة، أقف معاه ناوله العدة أشوف هو بيعمل إيه، يعني أعرف الساعة بتتفك إزاي، الأعطال اللي بتحصل في الساعة إيه وإيه. فتعلمت منه شوية شوية، بدأت إن أنا أفك ساعة واتنين. لازم يكون سنك صغير عشان تقدر مخك يلقط الساعة على طول، إنما لو أنت كبير في السن عمرك ما تبقى ساعات. من بداية ما تعلمت الساعات اشتغلت في مصر، في الأردن، اشتغلت في العراق، اشتغلت في المغرب، اشتغلت في تركيا ساعاتي، اشتغلت في أسبانيا ساعاتي. أصعب حاجة في مهنة الساعاتي الفك والتركيب ومعرفة العيب نفسه، إزاي إنك أنت تعرف تفك في ساعات فيها طقم تروس 17 ترس، إزاي أنت هتفك 17 ترس وتركبهم. لازم يكون عندك مخ كويس وعندك أعصاب سليمة ومالكش في المكيفات وفي أي حاجة ومركز كويس، ولو في مشاكل نفسية بره تطردها بره وانت شغال في الساعة، لأنك انت الساعة أدق من الدكتور. إنما الفن في الساعات، الساعات اللي هي أوتوماتيك والساعات اللي ليها تروس وليها رقاص وليها بندول، دي فن الساعات. من يتقن الفن ده يبقى هو ساعات. يعني حتى عشان يتقن ساعة بحجر من الساعات الرخيصة دي يبقى مش ساعاتي. إن مهنة الساعات دلوقتي تعتبر في طريقها للانقراض. أولاً الصناعية اللي بيصلحوا الساعة ما عادوش موجودين، تاني حاجة جودة صناعة الساعات ما بقتش زي زمان. دلوقتي بقى في ساعات مقلدة كتير، والساعات المقلدة دي خامتها لا تصلح للإصلاح، ما تصلحش، وبيديها لك ماشية وممكن تعطل منك في خلال يوم ولا يومين. محدش عايز يشتغلها لأنها مهنة عايزة صبر جامد، وربحها بقى قليل عن زمان خالص، ربحها مش زي زمان. لا، ابني حاولت أعلمه مهنة الساعات، قاعد على النت طول النهار مش عايز يتعلم. الساعة مش علامة إن أنا هغير حجر وخلاص، لا، ده الساعة فيها أعطال، والأعطال دي يعني بتتطلب واحد يكون بيفهم في الكهرباء وبيفهم في الميكانيكا. اللي يفهم في الساعات ممكن يشتغل أي حاجة. يعني أنا لو جالي البيت حد مثلا سباك عمل لي شغلة وما عجبتنيش بعملها أنا بإيدي، لو أنا قعدت جنب ميكانيكي سيارات وفك الماتور قدامي هقفله أنا بنفسي. أنا الوقت كل حاجة بالنسبة لي، أنا ما عنديش وقت ضايع خالص غير اللي أنا بنام فيه بس. الساعات هي كياني، يعني يمكن أقوى من البيت كمان عندي.